مدينة مكسيكية تعيش ظروفا استثنائية بسبب مشكلة أزلية مع مياه الشرب والتي لا غنى للبشرية عنها للحياة، فلجأت إلى حل غريب وهو المياه الغازية لتصبح من أكبر مستهلكي المشروبات السكرية في العالم. وأصبح السكري السبب الرئيس الثاني في الوفاة بعد أمراض القلب، الذي يتسبب في رحيل أكثر من 3000 شخص سنوياً. فما هي تلك المدينة؟ ولماذا تعتمد على المياه الغازية لهذه الدرجة؟ سان كريستوبال مدينة جبلية تقع في ولاية تشياباس جنوب المكسيك، حيث تواجه المدينة مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب بسبب أن نسبة الكلور بها عالية للغاية، ما يجعلها غير صالحة للشرب، ويضطر السكان لشراء مياه من شاحنات الصهاريج. الأغرب في القصة أنهم يتخذون الكولا ضمن طقوسهم الدينية، ويعتقدون أن شربها وقت عبادتهم تحميهم وتطرد الأرواح الشريرة، بل إن الأمر تعدى إلى كونهم لا يشربون المياه الطبيعية وكأنها محرمة عليهم بسبب غلائها. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فقد لجأ سكان المدينة لشرب المشروبات الغازية مثل كوكاكولا والتي تنتجها محطات التعبئة المحلية، كما أنه متوفر بكثرة، ولذلك يعتبر هو البديل عن المياه. وأوضحت الصحيفة أن المدينة المكسيكية أصبحت من أكبر مستهلكي المشروبات السكرية في العالم، حيث يستهلك الفرد لترين يومياً من المشروبات الغازية. كما أشارت الصحيفة الأمريكية إن ذلك كان له تأثير مدمر على الصحة العامة، فارتفع معدل الوفيات من مرض السكري في المدينة بنسبة 30% بين عامي 2013 و2016، فقد أصبح السكري السبب الرئيس للوفاة في الولاية بعد أمراض القلب، حيث تسبب في أن يلقى أكثر من 3000 شخص حتفهم كل عام. ويعتقد سكان مدينة سان كريستوبال إن المذنب الرئيس في مشكلة المياه لديهم هي مصنع الكولا المقام على حافة المدينة، حيث يسمح للمصنع باستخراج أكثر من 300,000 جالون من المياه يومياً كجزء من صفقة تم التعاقد عليها قديماً مع الحكومة الفيدرالية. وفي عام 2017 تظاهر السكان ضد شركات المشروبات الغازية، وطالبوا الحكومة بإغلاق المصنع والحفاظ على الموارد المائية الباقية لديهم. ومن جانبها قال المسؤولون التنفيذيون بشركة المياه الغازية إن الشركة تعرضت للضرر بسبب نقص المياه، والملوم هو سوء التخطيط ونقص الاستثمارات الحكومية في أزمة المياه وليس المصنع. بينما أوضح العلماء أن تغير المناخ له دور رئيس في أزمة المياه، وذلك بسبب نقص المياه في الآبار ما أدى لتفاقم المشكلة. وقالت بورا ميبرت عالمة الاجتماع الأمريكية والتي درست النزاع بين السكان في المكسيك وشركة المياه الغازية إن شركة المياه الغازية تدفع مبلغاً من الأموال 10 سنتات للحكومة المكسيكية مقابل كل 260 جالوناً من المشروبات الغازية. وحذر الكثير من الأطباء من الإفراط في شرب المشروبات الغازية، وذلك لما لها من مخاطر كثيرة على الصحة، حيث تسبب هذه المشروبات فقدان الكالسيوم من العظام ومشاكل في القلب والدم إلى جانب الحرمان من النوم. فمن وجهة نظرك، من السبب الرئيس في مشكلة مدينة سان كريستوبال؟ هل هو مصنع المياه الغازية أم التغير المناخي؟